كل نادي له مقومات، وبالأخص المقومات المادية، إذا أراد أن يبحث عن استراتيجية معينة. فلنكون واقعيين، فالاستراتيجية لا توضع عند جميع الأندية، بل هناك بعض الأندية التي تهيكلت وأصبحت قادرة على أن تضع أرضية في التسيير والتدبير، وهذه القاعدة لها مقوماتها. استراتيجية معينة تعتمد على رسم الأهداف، ثم نأتي بعد ذلك الإمكانيات لتحقيق هذه الأهداف، إمكانيات مالية، إمكانيات إدارية، إمكانيات هيكلية، إمكانيات البنية التحتية، إمكانية الموارد المالية، إمكانية الدخول إلى العالم الجديد في الرياضة عن طريق أن كرة القدم تصبح عبارة عن منتوج يجب تسويقه. في هذا الزمن كل أشياء أصبحت لا تلغي من بالها قضية التسويق. هناك أندية محتضنة من طرف مؤسسات عمومية، شيء جميل أن مؤسسة عمومية تحتضن أندية، ولكن راه المشكل اللي كاين وهو أن من اللي كتكون مؤسسة عمومية اللي هي أموال عمومية واللي هي أموال ديال المغاربة كلهم، كيستافد منها نادي أو جوج أو ثلاثة ديال الأندية، فهذا شيء اللي كيخلي واحد النوع من كيخلي واحد الحيف فيما يتعلق بهذا الموضوع. وهاد المؤسسات راك معرفتهم، كاين لو سي بي، كاين سي دي جي، كاين مجموعة ديال المؤسسات اللي كتحتضن مؤسسات عمومية تحتضن أندية. احنا كان عندنا الاقتراح سابقا وهو ان هاد الاموال اللي كتجي من هاد المؤسسات العموميه تدخل لواحد الصندوق مشترك وتوزع على حسب على حسب على حسب حتى المردوديه ديال الانديه. هذا كاين هنا، هذا واحد من الموارد الاساسيه، والانديه اللي عندها هذا الاحتضان فهو كتعتمد عليه، لان هذا احتضان قار مضمون كتعتمد عليه. نادي اخر انا كتشوف من جوج الانديه كيتنافسوا في نفس البطوله، كتلقى نادي اللي عنده هذا البند في الميزانيه ديالو في الموارد عارفه مضمون، ولكن واحد اخر كيجي يفتح الميزانيه ما عندوش هذيك ما عندوش على شي عول في الموضوع هذا. كاين انديه ما عندهاش سياسة ديال الترويج، مازال ما وصلتش لهاد المستوى. يعني كاين اللي وصل السياسة ديال الترويج ويسي اورتي لهاد ليكونومي انفورمال والسلوك ديال الالتراس والثقافة ديال المشجع، وكاين اللي سي دي كلوب لي ديريجون، زعما نادي عايش او جور لو جور. ما الوغ بالنسبة للاستشهار، المستشار عنده دي زيكزيجونس لانه تيبغي يركب على ليماج ديال النادي، محدد ليماج محدد الصورة هي صورة مشرقة، ولكن منين ما تتكونش هنالك حكمة، منين ما تتكونش هنالك شفافية، فالمستشار ينفر من الفريق ويدير ظهره للفريق. مع كل أسف أن عندما بدأنا نضبط هذه المسألة ديال العقود والاحتراف وسميتو، فكرنا كثيرا في اللاعبين ولكن لم نفكر في الأندية. لأن الآن اللاعب، أي لاعب كيجي مثلا، هذا مشكل كبير وراه خالق مشاكل حتى في الجامعة، لأن الملفات كثيرة ديال ملفات المنازعات. اللاعب كيجي بشروط في البداية، كيبدأ كيجي كيعقد سنتين بأجر معين شهري، منحة ديال التوقيع اللي ما بقاش دابا شي منحة ديال التوقيع، المنحة ديالو اللي كتسمى منحة المردودية اللي خصو يتقاداها، وما خصوش كاع يتقاداها على 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 دفعات، خصو يتقاداها مباشرة رغم أن الأندية كدير مجهود باش كتقسمها. إذن هذه التزامات على عاتق الأندية، ولكن في المقابل ما الأندية ليست لها حماية فيما يتعلق. اللاعب اللي كيجي كيدير عقد وكيدير هذا كيسني كيلعب جوج المقابلة وثلاثة كيمشي يجلس كيقول لك توعات ولا توعات حقيقة ولا ما 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 ما, ما توعاتش، كيبقى جالس. المهم كيمشي يحط ملف في الجامعة وكيتقاضى هذيك الأجور ديالو ديال سنتين ويدير هذا ولات. دابا علاش قلت لك هنا كاين ولا نوع كثير ديال ولا نوع كثير ديال هاد اللي داخلين في هاد العمليه، وهما اللي كنسميوهم السمساره في الحق، الاغلبيه ديالهم السمساره اللي كيبداو يتلاعبوا في هاد المسائل هذه. لكانت النادي
أنه يحمي نفسه بالقانون بوضع عقود واضحة والتزامات واضحة، وبتتبع المسؤولين، ماشي أي واحد راه كيتبع العقود المالية، لا بد من وضع الرجل المناسب في المكان المناسب. وهنا كنفتح واحد القوس، راه بقدر ما كتجيب تمشي عند طبيب مختص راه غادي تلقى الدواء بسهولة، راه ماشي أي أمراض كلها تمشي عند الطب العام، الطب العام هو يشخص ولكن يرشدك إلى الطبيب المختص. لذلك فالحفاظ على مصالح النادي وبالأخص المالية يجب أن نرى فيها، ماشي غير غادي يكون هذا السيد غادي نجيبه يخدم غالي أنا غادي ندير الحسابات دخل خرج ونديرها، لا، لا بد من وضع إنسان مختص، ولا نرى حسابات ضيقة القدر الأجرة ديالو. أسيدي إلا عطاك هو وغادي يجيب لك أكثر، لما لا؟ هذه هي العقلية التي أصبحنا نسير عليها اليوم. يجب أن نرقى بالتدبير ماشي غير الإداري، حتى المالي بالخصوص في الأندية. أنا مستشف الدول اللي تحترم نفسها ما تيعطي ريال حتى يعرف هو معامل هذوك الناس بعدا من المخاطب ديالو شكون هو، شنو هو التاريخ ديالو في التسيير الرياضي، واش التسيير شفاف، واش واش واش. لا في المغرب ولفنا واحد المساله هو ان الاستشهار حتى هو فيه باك صاحبي. غير بور لانيكدوت، في الوقت ديال السي دريس البصري الله يرحمه، يعني كانوا شي 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 نادي من الناديين البيضاويين مشى لاغام، مشى لاغام باش يطلب الاستشهار. الجواب كان واضح، هو ان الجمهور ديال الكره ما عنده حتى شي علاقه مع النوعيه ديال المستعبلين ديال الطائره، على اعتبار انه في الثمانينات وهذا كان استعمال النقل الجوي تدخل في واحد النخبويه. اذا كان الجواب واضح، نتوما والرياضه ديالكم، يعني يمكن نحن نقدو نكونوا مثلا مستشهد بالنسبه للنادي ديال الغولف ولا هذا، ما كره القدم وداك الصداع والهرج راه ماشي هذا هو. الوغ تيتفاجئوا المغاربه من بعد بكون نفس الشركه اللي رفضت انها تكون مستشهد ديال واحد من النادي البيضاوي انها ولات مستشهد ديال النهضه السطاتيه. فهنا تتفهم باللي راه ماشي الامور ما تداش على حقها وطريقة، حتى هي فيها محابات، فيها مجاملات، فيها يعني اش فيها كيف تنقولوا بالدارجه باك صاحبي. مع كل الاسف ان هذا الميدان هذا اصبحت فيه طفيليات كثيره في هذا الشيء ديال اللي سميتيه السمساره. فانا خير نقدر نقول لك وكنقول اللاعبين عندي في النادي راه السمساره، بعض السمساره اللي هكا يدوروا بهذو اللي امبيلون، السمساره امبيلون المتجولون هذوك اصبحوا اكثر من لاعبين، اصبح اكثر من لاعب، مجرد ما يلعب مقابله ولا جوج مقابلات يجيو جوج ولا ثلاثه يقول لي انا راه غادي، وكيعطيو اللاعبين وراق يسينيهم ويقول لهم راه حنا غنديروا لك وغنجيبوا لك وغنعملوا لك. واللاعب كيكون على السذاجه ديالو ولا صغر السن ديالو كيمضي بعض الوثائق وكيبقى مورط مع واحد المجموعه ديال هنا. هادو يجب من طبيعه الحال التفات عليهم عن طريق الجامعه الملكيه المغربيه لكره القدم. هاد الوسطاء يجب ان ننظر اليهم بنظره ايجابيه، لانه ملي كنقولوا الوسطاء كيمشي لنا ذاك الجانب السلبي ديالهم، راهم واعرين، راهم هادي. انا الوسطاء انظر فيهم نظره ايجابيه، ان الوسيط هو الذي يبحث عن نتيجه ايجابيه للطرفين، ومن طبيعه الحال اذا كانت النتيجه ايجابيه للطرفين فهو يستفيد ايضا، لانه القانون من حقه هذاك ياخذ نسبه معينه. فاذا كانوا الوسطاء بهذه النظره الوطنيه، بهذه النظره الايجابيه للطرفين مزيان، فهل خدينا وسيط للاعب معين يبحث له عن فريق باش يضمن مستقبله مزيان، وان الفريق يستفد من اللعاب واللعاب يستفد حتى هو من 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 المردوديه ديالو، فالوسيط راه غادي يستفد. ولكن العيب في الوسيط اللي كيبقى بديك النظره السلبيه هو ان يكون ان يزيف صوره لمنتوج لجهه دون الاخرى. باش نشجعوا الناس انهم يستثمروا في الشركه الرياضيه خاصنا نوضعوا حد لهاد السلوكات، استغلال النفوذ وتقديم الرشاوه وولوج الملعب بطرق ملتويه، لان هذيك الحقوق ديال المساهم اللي تتهضم في كل مقابله. كذلك
وهذا في الصلب ديال السؤال ديالكم فيما يتعلق بلي برودوي ديريفي لي ستور ايتسيتير، راه لا يمكنه لهاد الى بغينا نقولوا السياسه ديال الترويج انها تنجح الى ما خديناش في الشموليه ديالها. وحنا ما اتحدث عن الشموليه ديالها، اتحدث عن تفعيل القانون اللي تيجرم واللي تيحارب الى بغينا نقول لا كونترفاسون، اللي تيجرم الاقتصاد لا مهيكل. فكيف يعقل على انني انا عندي علامه تجاريه مديبوزيها وعندي لي ستور ديالي، ولكن قدام النادي ديالي، قدام المركب ديالي، وقدام المركب اللي تيستاد او تيحتضن المقابله، كاين فراشات فيهم لي زيشارب، فيهم لي كاسكيت، وفيهم لي تونو ديال الفريق، فيه العلامه التجاريه ديالو، ولكن تيتباعوا او فو اي او سو غون جور يعني. وحتى شي واحد ما تيقول اللهم ان هذا من كذلك. باش نرجع انايا الى بغيت نستثمر في الرجاء ولا في الوداد وتنشوف كيف ان الحقوق ديالي كمساهم، لان نسهمت في راس المال، راسهمت راس المال، عندي جزء في الشركه في الملك ديالي بما فيه العلامه التجاريه، وكيف يتم يعني استغلالها بشكل غير قانوني، هذا تيضرني وتيشكل كذلك بالنسبه لي واحد الحاجز. هاد المحلات التجاريه بصفه عامه هي واحد الجانب الذي يتوقف على ابداع المسيرين، وهاد المحلات التجاريه فيها انواع، فهناك انواع مثلا لبيع المشروبات مختلف الانواع ديالها في مرفق تابع للنادي، هذا كان يدر موارد ماليه على بعض الانديه اللي مستفده منه، ماشي الانديه كلها، بعض الانديه اللي مستفده مرفق عن طريق الجماعه او لا المجلس الجهه او لا عاطيهم واحد المرفق في الملعب او لا خارج الملعب، كيستفدوا منه هذه الانديه. الا ان غياب التسيير المحكم خلق مشاكل للانديه من بعد. لماذا؟ ان هذا المرفق يلا كنحسب المداخيل خلص بها لي جون، سير ديبلاسمون وخلص لوطيلات، خلص لوطيلات وكتنقص لا سينيسيس، وكتنقص الكرا ديالو، وكتنقص الضريبه، وكتنقص هذا الشيء. ما يتعلق بالانديه الى كتلقى بعض الشهارات ديال الخميره ولا ديال الشعريه ولا هذه، ف ما نحقهم، لان الانديه كيكون اي ادنى حاجه كتعاونوا، ما عنده ما خاسر هو الا غادي يحط واحد 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 اللوحه اشهاريه في واحد القنت معين. غير كيف ما كتشوف راه تلوحات الوضع ديالهم في الملاعب، راه الوضع ديالهم على حسب القيمه ديالهم باش عاطي اللوحات اللي مهمين ومسميتو، راه كيكونوا في الواجهه الاولى. راه كاين شي حاجه كتلقى شي وحده مقنطه يلاه كتبان ولا ما كتبانش ولا فهمتيني، راه على حسب مردوديه. ولكن كيف قلت لك راه هادوك دابا هاد المنتوجات اللي ديال هاد الشركات اللي كينتجوا هاد الانتاجات، راه هما كيقلبوا على هاد. حتى كتشوف دابا بعض الانديه ما تلاوش لقاو فين يديروا السميات في التوني، عمروا لهم التوني الشورط انت باش ليها. اذا هذا غياب التسيير المحكم، هاد الشيء ملي كيتجمع كيولي ثقل على الانديه. لذلك كتسمع الانديه لاسينيس كتسالى 500 مليون، هاد الانديه كتسالم الضرائب 500 400 300 مليون، هذه الى درجه انه وصلوا باش تسد وما تبقاش تسير لولا تدخلات بعض الجهات المسؤوله في المنطقه ولولا هذه ولولا هذه. ولكن هذا القانون لا يحمي المغفلين. فلذا هاد المرافق اللي كتخلقها الانديه، اذا تم خلقها في واحد الوقت، اي فريق كيدير محل لبيع المنتوجات ديالو كيفتحها اللوغو ديالو كيفتحها وكيبدا يبيعها للجماهير ديالو، في نوع من عدم تقنين العمليه. كيف يتقنينها؟ اولا وضع انسان محاسباتي خصو يتابعها باش نعرفوا فين هو الرباح وفين هو راس المال، فين كيف نتاجر في هذه القضيه. ما تبقاش تبان لنا غير اليوم راه بعنا 4000 غدا بعنا 5000 وديك الفلوس اللي مدخلين كنسحبوا راه كلها ديال النادي، في حين ان راه خصك تخلص اللي كينتج واللي كيعطيك واللي كيجيب لك. هذا كتبقى تقول له تسال تا هو كيكثر. اذا في غياب اولا تنظيم ووضع الرجل المختص في مكانه كتبقى الارتجاليه، والارتجاليه حتى في البيت
الا كنشد واحد الاجر شهري وما عرفش ننظم حياتي راه دائما غادي يبقى مول الحانوت يتسالني غنبدل اليوم مول الحانوت نمشي عند مول الحانوت اخر، الجزار اليوم غنمشي عند اليوم حتى يغرقها ونمشي عند واحد اخر وهكذا. اذا كيبقى قضيه قضيه التدبير وقضيه التسيير معقلان. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارطاجيو الفيديو وديروا جيم وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.